السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزين نعمل واجهة فساد من الخشب. هقول له هنا ان انا عايز ارسم وول، وبعد كده هختار الوول دوت، هختار كيرتن، واقول له ان انا عايزه من النوع اللي هو الستور فرونت دوت، واقول له ان انا عايز يوصل لحد الروف، وهبدأ ارسم بالشكل دوت. ممكن بعد كده اعمل سيلكت هنا على ديت. انا محتاج ان انا مثلا اعمل كيرتن او مارينين بالشكل ده، طبعا تقدر تغير النوع زي ما انت عايز. بعد كده هعمل سيلكت، احنا عملنا شديد، هعمل سيلكت مثلا على ديت، واقول له انا عايز مثلا اختارهم كلهم. كده احنا اختارناهم كلهم. ممكن تقول له انا عايزه امتي بالشكل دوت، فيبقى كده بالشكل دوت. طيب ممكن تختار واحد من دول وتقول له ايديت تايب، وتقول له ان انا عايز اغير الماتيريال لوود بالشكل دوت. طيب ممكن ميكونش في ماتيريال اسمها وود دلوقتي، خلينا نخش كده ايديت، نقول احنا عايزين مثلا الفريم دوت وود. ممكن نختار اي واحدة من دول واقول له اوكي. اوكي يبدأ يعملهم لي كلهم بالشكل دوت. طيب ممكن انا اعمل سيلكت على ده مثلا، واقول له ان انا عايز اعمل كرييت سيميلر، عايز اعمل واحد تاني، واقول له انا عايز اعمله مثلا هيد قوس من هنا لهنا، واقول له انا عايز اخليها بشكل كيرف بالشكل دوت، ومن هنا لهنا اقول انا عايز برضه بشكل كيرف، فيبدا يعملهم لي بالشكل دوت اهو. خلينا نبدا نحدد دي كلها. تمام، عايز ابدا اديله شكل الفريم برضو، فهقول له هيدي نفس الشكل الخشبي اهوت. تمام، ممكن نيجي هنا على اي واحدة من دول واقول له ان انا عايز فيجوال ان فيو كل دول، انا عايز اخليهم امتي. فيخليهم بالشكل دوت، وتقدر تكمل عادي زي ما انت عايز. طبعا انت بكل سهولة تقدر تغير العدد بتاعهم لو انت حابب. من edit type تقدر تقول له انا عايز اخلي ده مثلا الماكسيمم بتاعه مثلا 2، وعايز ده مثلا fixed distance 4، واقول له اوكي. هيغيرهم لك بالشكل دوت. انت بقى عليك ان انت تزود الحاجات الناقصه، فهتقول له مثلا عايز كيرتن جريد مثلا اهوت اهو. استنى واحد هنا واحد هنا اهوت. وبعد كده تقول له بقى ان انا عايز اعمل ملينين عليه بالشكل دوت. تقدر تضيف في النص زي ما انت عايز.